على فكره، على فكره انا يعني يعني ايه عايز اني الحلقه بحاجه احيي الاستاذ محمد الليسي على لقائه الجميل جدا المحترف مع الاستاذ فوزي لقشه، بحييه يعني لانه عمل لقاء جميل جدا. استاذ محمد الليسي من الـ من الـ من الاعلاميين الكبار، من الاعلاميين الكبار الشاطرين يعني. لكن الكلام فوزي لقشه في كده شويه حاجات مستخبيه الناس ما لا خلي بالك، خلي بالك الانترفيو بتاع فوزي لقشه ده اقول لكم رايي بصراحه فيه. اول حاجه هيحسسك بالحسره طبعا، اسمعوا كلامي طبعًا. لما اتفرجت على الانترفيو او جزء كبير منه يعني حسسني بالحسره، بالحسره والمعنى. ده رئيس اتحاد الكوره اللي لازم يبقى رئيس اتحاد الكوره بتاعك، مع احترامي لاي حد، راجل بريزنتبل، راجل مثقف، راجل عارف بيقول ايه وبيتكلم ازاي، راجل باين جدا انه عنده فيجن وانه راجل مش ديكتاتور، راجل بيستخدم التولز اللي معاه والادوات اللي معاه. فوزي لقجع بحيي المغرب على فوزي لقجع ان هم طلعوا شخصيه زي دي. بس فوزي لقجع طلع ازاي؟ لان اللي قبليه كان عايز يطلع حد شايف ان هو كدر يقدر ان هو يعمل حاجه للبلد. الناس اللي عندنا ما كانتش شغاله كده ومش هتشتغل كده. خلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله لكم النهارده، بيبين لك ان المغرب عندها بلان وعندها كوادر وبتطلع مدربين جامدين وناس كذا لازم عشان تنافس. على فكره مش عيب ان انت تغير من المغرب، المغرب باخواتنا وحبايبنا وربنا يعلم انا اصحابي المغربيه بحبهم، مغاربه اسف بحبهم قد ايه، وكلهم ولاد بلد وولاد اصول، ما شفتش منهم الا كل خير. اخواتي في المغرب، اصحابي اللي لعبت معاهم وزملتهم في العمل الاعلامي وكله، لكن الناس دي عندها بلان. غير جيب اتحاد كوره وابني كوادر وشغل ناس متعلمه واستفيد من الخبرات بس بليمت بشكل معين، واستفيد من اهل الكوره، استفيد منهم والجأ لهم مش عيب. النهارده مين مدير المنتخبات الوطنيه في المغرب؟ نور الدين نايبت. مصطفى حجي لسنوات طويله بيشتغل. ما تحرقش نجومك، ما يبقاش هدفك الاساسي ان انت تجيب حد عشان تحرقه. لا، التاريخ، الناس اللي صنعت التاريخ في البلد دي ما ينفعش ان هي تاخد حقها كده رسمي بس، لا تاخد حقها رسمي ومعنوي. نعم، شغل هتفيد البلد يا جماعه. طبعا. مش قادر تستفيد من حلمي طولان، مش قادر تستفيد من مختار محافظ الالقاب كلهم كبتني يعني، مش قادر تستفيد من مش عايز اقول اسماء ناس كتيره استفيد. كابتن حسن شحاته يا جماعه، حسن شحاته ربنا يديله الصحه يا رب، عايش وسطنا وما شاء الله عليه مخه كويس وشرب وبتاع، وانت كبلد مش عارف تستفيد منه. لا اله الا الله، حاجه غريبه. ها، صح يا جماعه ولا ايه؟ الكلام ده كتير. ايه ده؟ ايه ده؟ الكلام ده مش ختام بس يعني. انت ماشي قلت ان هو عديت يا كابتن برضه عشان النقطه دي مهمه، ماشي ما خلاص مش مدرب المنتخب صح؟ طبعا. ما احنا مثلا كان الفوتبول دايركتور بتاع اياكس وهم بيبنوا الجيل بتاعنا كان مين؟ ليوبن هاكر. كان لسه مخلص تدريب. ده مدير ليوبن هاكر، ده مدرب منتخب مصر في هولندا 90، كان هو السبورت دايركتور، خلاص دي شغلته. لوي فان خال اشتغل في فوتبول دايركتور، فاستفيد من الناس دي. ده كابتن حسن بقاله فتره بصراحه، ناس كتير والله يا كابتن صلاح. طبعا الفكره كلها في انه الهيتس، التفكير لازم يبقى مختلف ويبقى مختلف بالتغيير، مش بخد وهات وادي له ورقه عمل. انت كده هنقعد نلف في دايره وهنفضل اللي بيجي بيدور على اللي حواليه، اصحابه ولا لا ويلغي اللي فات. الموضوع مالوش علاقه والله باصحابك، عارف الموضوع ايه؟ اللي بيجي تعرف تشتغل كابتن محمد. اللي بيجي صدقني والله، صدقني هي دي المشكله اللي احنا بنلف فيها في مجالات كتيره وفي مجال كره القدم. اللي بيجي خايف ان 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 حد يجي بعده يركبه، فمش عايز يطلع حد. فتلاقي الولاد كلها المثقفه اللي دارسه بره كابتن ضياء، الناس اللي دارسه سبورت كتير، محدش بيستفيد منها، محدش عايز يستفيد منها، خايفين منهم كتير والله، خايفين منهم.
لان دلوقتي التكنولوجي ده دخلت وبقى تعليم بشكل مختلف وبتاع, فمش قادر تطلع كادر, وهتلاقي ان انت عندك كوارث موجوده. فالنهارده يا جماعه استفيدوا من الشباب المتعلم الجيل الجديد اللي طلع وتعلم, جيبوهم شغلوهم واستفيدوا منهم واسمعوا لهم واسمعوا لهم. اه الاراء مش وحشه, اسمعوا لهم عشان نقدر ان احنا نتطور. على فكره اراهنكم ان 95% من الشعب المصري اتفرج على لقاء فوزي لقجع, اللي مره تانية بحيي الاستاذ محمد الليسي عليه وبحيي المتحدة عليه, ومحسش بشويه حسره. مش مقارنه, مش بقارن الناس بناس, احنا بنحترم كل الناس, ولكن لازم يبقى رئيس اتحاد الكره قوي, راجل بريزنتبل, راجل عمل حاجات وانجز, وراجل ناجح وعنده خبرات وفوتبول باك جراوند وخبرات رياضيه. ومش معنى فوتبول باك جراوند ان هو يبقى لعيب كوره, لا, يبقى راجل عاش في الشغلانه واشتغلها وشافها واشتغلها على الارض, فالناس كلها تحترمه. احنا مصر, احنا مش اقل من اي حد, احنا مش اقل من اي حد, احنا البلد اللي اسست الكوره في هذه المنطقه, والبلد اللي اسست الكره في افريقيا, واول اتحاد محلي في تاريخ افريقيا, اتحاد افريقيا, الاتحاد الافريقي, مقر كل حاجه, اول بلد خدت كاس وامم, بلد طلعت نجوم كبيره. لكن هنعيش على التاريخ؟ لا, لازم نشتغل, لازم يبقى عندنا خطه للكوره. وبقول لكم تاني كلام واضح, اللي موصل للناس فكره ان الكوره تمام وماشيه زي الفل بيورطكم.